السلام عليكم لي بوزيتيف ولي بوزيتيف. معكم ايمان انور تازي، نيوتريسيونيست كوزميتولوج. اليوم غادي نهضر لكم فواحد الموضوع شويه غنخرج على التغذيه، وغادي نخرج على الكوزميتولوجي، وغادي نهضر لكم فواحد الموضوع اللي تنشوفوا بزاف في اليوتيوب، اللي هو لو جافيل. تنشوف علاش انا بغيت نهضر على هذا الموضوع، اللي كنشوف بزاف واحد الشق منه. كنشوف بزاف ديال لي فام تيخلطوا جافيل مع البرودوي اللي تيغسلوا به الماعن. صراحه كيكونوا بزاف الاجتهادات فيت هذاك البرودوي، تيخلطوا مع بزاف الحوايج زعما باش يزيدوا الفعاليه، الوغ كو هو الديتيرجون الا كان الا ما كانش فعال فخذوا ان برودوي لي اخر، خذوا شي برودوي اللي يكون فعال بلا ما تبقاو ديروا هذوك الخلطات. المهم بالنسبه للو جافيل، ملي تنخلطوه مع البرودوي ديال الماعن، فشنو كيوقع؟ كيديغاجيو غازات اللي كيأثروا لينا على الجهاز التنفسي ديالنا، ولكن اخطر من هذا انه حتى الجلد ديالنا كيتضرر بواحد الشكل كبير. فتتلاحظوا اليدين تيتهلكوا وتيطراو تيوقعوا دي زاليرجي، ومن بينهم حتى الكزيما. الكزيما راه تقدر تكون هي نتيجه ديال انكم تتغسلوا الماعن ديالكم، هذيك الخلطه ديال جافيل والبرودوي ديال غسيل الماعن. كاينين بزاف اللي غايقولي لي لا راه بغينا كيعجبنا اون فيت. تقدروا الا كتبغيو تستعملوا لو جافيل في الماعن ديالكم، تقدروا بحال اليوم غسلتوا الماعن ديالكم عادي، الغد ليه تقدروا تدوزوهم كاملين في لو جافيل، ولكن ما يكونش ديتيرجون. هكا احسن باش تتفاداو لي كومبليكاسيون. سينو كاينين هادي اخطر، هاد القضيه اخطر، انك تخلط ديتارتون مع لو جافيل، انك تخلط هذاك البرودوي اللي كنديبوشيو به التواليطات اعزكم الله، تخلطوه مع لو جافيل. هنا هذيك ديتارتون هو واحد لاسيد اللي قوي، لو جافيل هو واحد القاعده، واحد الباز اللي قويه، فمي كيتلاقاو كيطراو تفاعلات كيميائيه اللي كيديغاجيو لينا، كيحروا لينا غازات كلوريه اللي سامه. اشنو تيوقع؟ كتبدا ملي كتشمهم كتبدا تحس بالحريق في الحلقه ديالك، كتبدا تحس بواحد كياكلك هنا، دونك النيف ديالك كيبدا يسيل، كتكون كحه. هاد الاعراض ديجا تقدر تدوز، يعني تجيك واحد شويه سويعات وكتدوز. الا بقات اكثر من 6 سوايع هنا خاصك تمشي عند الطبيب. بالنسبه للناس اللي عندهم اليرجي ولا ازماتيك، هادو اون فوا تيتعرضوا لبحال هاد المشكله هادي، ضروري خصهم يمشيو عند الطبيب ديالهم، لان غادي يشكل عليهم واحد الخطر. دونك عمركم ابدا ابدا ما تخلطوا لو جافيل مع ان ديتارتون، جامي ما ديروهاش، لان خطيره بزاف على الجهاز التنفسي وعلى الجسم ديالنا. الحاله الثالثه اللي تتوقع وسورتو تتوقع مع الوليدات الصغار هي انهم كيشربوا جافيل. هنا لا قدر الله الا وقعت للطفل ديالك انه شرب لو جافيل، هنا كاينين جوج احتمالات. الا شرب لو جافيل بكميه، اولا الا شرب لو جافيل يكون بعدا مخفف، يعني ديلوي، ماشي كونسونطري، ماشي روح، ماشي بيغ. الا شربو مخفف هنا حتى ني كيقدر يدير له كيبدا ثاني كيكون بعض ليغيتاسيون في الحلق ديالو، يقدر يحس بعض الالم في الجهاز الهضمي ديالو كامل. ولكن هنا تتقدر الدوز خفيفه، لانه غيكون شرب كميه قليله وهو مخفف. دونك عمركم ما تبروفوكيو ليه انه يرد، يعني القي انه يتقي، لا ابدا. فتتعطيوه ديك الساعه، تتعطيوه الماء وبقاو تراقبوا. دونك ضروري كتعطيوه الماء باش نخففوا هاد لو برودوي هذا. الا خدا مخفف ولكن بكميه كبيره، هنا كتعطيوه ثاني الماء وما تبروفوكيوليش القيء، ولكن من بعد غادي ديوه للمستعجلات. الحاله الثانيه
انه الطفل ديالكم لا قدر الله غيكون خدا لو جافيل اللي تيكون بيغ، وهنا تيكونوا الاعراض شويه قاصحين، لان تيكون واحد ليريتاسيون، كيكون واحد يعني على مستوى ديال الفم، على مستوى ديال المريء، على مستوى ديال الحلق، على مستوى ديال الحنجره، على مستوى عفوا ديال الجهاز الهضمي. وهنا اون فوا تياخد بيغ فتنخففوا ليه تاني بالماء، دائما نفس القاعده، الى شرب تنخففوا له بالماء، وما تنبروفوكيوش ليه القيء، لان هذا غلط تيديروه بزاف ديال الامهات، ما تيردش، ما خصوش يرد، يشرب الماء ويمشي نديوه للمستعجلات. دونك الحاله الاخيره اللي كاينه انه هذاك لو جافيل سوا ديلوي سوا بيغ يتلح لكم على العين. هنا يعني مجرد ما تيتلح لكم على العين غتمشيو وغتغسلو مزيان مزيان مزيان، غتغسلو واحد المده اللي اكثر من 10 ديال الدقائق وانتم كتغسلو، ومن بعد غادي تشوفوا اذا خفات كان بها، اذا ما خفاتش الاعراض كتمشيو عند الطبيب ديالكم، طبيب ديال العينين، باش يشوف لكم يعني لا قدر الله تكون وقعت شي حاجه. دونك كاين طبعا انه التاثير ديال لو جافيل على لابو، وهنايا دائما كما تنقول لكم سورتو ما تخلطوش مع شي مواد اخرى، وكاينين احتياطات كثيره اللي خصنا ناخذوها مع لو جافيل، انه ما يكونش قريب لفمتناول الاطفال، يعني ما يكونش على بورتي ديال وليداتنا، نديروه دائما في واحد المكان يكون بعيد، لانه هما ما عارفينش يقدروا يجيو يحلوا القرعه ويشربوا عادي، ما عارفينش. وكذلك ما نحطوش في شي، مثلا كاين بعض الناس اللي كيشريو داك الروح وتيخلطوه في قراعي ديال الماء، الوليدات الصغار تيجيو تيحسب لهم ما ولا عصير ولا شي حاجه وتيصدقوا شاربينو، دونك ما نديروهمش حنا كاع في ريسيبيون اليمونتير، ما نديروهوش فيهم، ونردوا دائما كما قلت لكم نردوا البال، ودائما ما نخلطوش مع الغسول ديال الماعن، البرودوي اللي تنغسلوا به الماعنات ديالنا من هذا. وطبعا لو جافيل ما تيدارش في الخضره، يعني بعض الناس تيبغيو يعقموا الخضره بكثره، يعني ما يسون بروبر، كيبغيو كيتجاوزوا درجه النقاوه لدرجه التعقيم، كيبغيو يعقموا الخضره كيلوحوا فيها لو جافيل، فحال الا هذاك لو جافيل تيدخل المعده ديالهم وكيدير بزاف ديال لي زيفي اللي خايبين. وكرر انه لو جافيل ولا ليبوكلوريد دو سود راه مني تيتفاعل مع اناسيد، راه تيديغاجي لينا دي غاز كلوري ولا غازات كلوريه اللي قاصحين، تاثروا بواحد الشكل كبير على الجهاز التنفسي ديالنا. ديجا كاينين بعض الناس اللي غير لو فات ديال كيشموا لو جافيل بيغ بلا ما يكون مخلط مع شي حاجه كياثر لهم على الجهاز التنفسي ديالهم، عفوا. دونك هنا نردوا البال شويه، ما نستهنوش بشي امور اللي كتبان لينا حنا بسيطه، ولكن فينالمون تقدر تكون النتيجه ديالها انك تمشي انت لا قدر الله ولا وليداتك لغرفه المستعجلات. ان جيست بسيط ديال السلامه يحميك من بزاف ديال الحوايج، سورتو هاد لي زانتوكسيكاسيون اللي ما خصناش نوقعوا فيهم. دونك كان هذا هو الموضوع ديال اليوم، كنتمنى تستافدوا منه. غيكونوا بزاف ديال الحلقات على لي زانتوكسيكاسيون ان شاء الله. الفيديو ديالنا خفيف ظريف سهله، نلقاكم على خير باذن الله في فيديو مقبل. ما تنساوش جو فوزام بوكو وبسلام عليكم.